السلام عليكم. أنا الأستاذ المساعد دكتور المهندس حسين عبد العزيز إبراهيم من قسم الهندسة الكهروميكانيكية جامعة التكنولوجية. المحاضرة اليوم بعنوان فلاي ويل ديزاين. راح نقدم introduction about the parameters in فلاي ويل ديزاين as a part of powertrain. المحاضرة مقدمة كيف نقوم بعملية التصميم باستخدام معادلات وجداول رياضية حسب المصادر المؤشرة بالمحاضرة. يختلف شكل الفلاويل حسب نوع التطبيق مالت. بعض منها يأخذ جزء ميكانيكي ويسمى في بعض الأحيان بالميكانيكال باتري، لأنه يقوم بعملية خزن الطاقة ومن ثم تحريرها عندما تكون يعني مطلوب تجهيز المصدر بطاقة معينة بتورك معين. يختلف الشكل مالته مثل ما قلنا حسب نوع التطبيق. فنلاحظ هنا أنا مثلا في هذا الشكل عندي هنا أنا جزء الحديدي اللي يدور بأوميجا معينة متصل بماجنتيك بيرينج من خلال شيفت، مثل ما تلاحظ هذا البيرينج ماجنتيك بيرينج، ويتصل بالموتور او الجنريتر. راح ياخذ من عنده الطاقه، راح يقوم بعمليه الدوران، ومن ثم من نريد نحتاج الطاقه من جديد نرجع ناخذها من عنده بانه يولد، ينطي حركه دورانيه الى المحرك ثم يقوم بعمليه التوليد وتجهيز المصدر. نفس الحاله هنا بالاسفل، لاحظ هنا الموتور وهنا الفلاي ويل وهنا الجنريتر، نفس المبدا. طبعا يربط شيفت بيناتهم. عندي الفلاي ويل راوتر بهذا الشكل والجنريتر، ويلاحظ الباور انبوت فروم ذا ويند توربين مثل ما موجود في تطبيق الويند توربين، ايضا يستخدم الفلاي ويل لخزن الطاقة الفائضة عن الحاجة ثم استعادتها مرة اخرى. فهنا مثل ما لاحظ تختلف الاشكال، اكو موجود في السيارات، موجود في الماطورات، بدأت استخدامها بشكل كلش واسع. نحاول نركز على ان يكون الجزء الدوار في كونتينر مفرغ من الهواء، السبب انه يكون ما يسبب الاحتكاك مع هذا الجزء الصلب اي احتكاك معين حتى لا نفقد جزء من الطاقة، لان الاحتكاك راح يخلينا نخسر جزء من طاقته وبالتالي راح تقل سرعة الفلاويل ونفقد هاي الطاقة. فنقوم بتفريغه من الهواء لهذا الكونتينر. هذا اللي لاحظ هنا بهذا المخطط انه شون أصبحت عملية حسابات الطاقة كلش مهمة بالإنرجي إفشنسي. إذا عندي سيارة هنا أنا تقوم ب كانت سواء كانت داخل المدينة أو بالطرق السريعة، لاحظ أنه المدينة لها فد استهلاك معين للطاقة وبالطرق السريعة أيضا لها استهلاك آخر. يدخل بها الأيروديناميك والرولينج والبريكينج، كل واحدة لها نسبة معينة من استهلاكها للطاقة. نعرف جزء الفلاويل بشكل عام هو جهاز يعتبر كخزان لخزن الطاقة في during the period، عندما تكون عندي هاي الطاقة هي أكثر من requirement، أكثر من الحاجة الشيء الفائض، أقوم بعملية خزنه. ومن خلال period اللي أكون يعني بحاجة إلى الطاقة أجهز السبلاي مالتي فأرجع أخذ هاي الطاقة. هل الفلاويل هذا الجزء يكون في حالة دوران، فهذا الدوران يبقى يستمر في حالة دوران، فمن أجهز بطاقة راح أزيد السرعة مالته، ومن أسحب من عنده الطاقة أرجعها للمحرك راح تقل السرعة مالته. هذا التطبيق ممكن مشاهدته في الـ IC engine الـ internal combustion engine حسب ما موجود، إنه أنا عندي الـ strokes مالته، الأشواط اللي موجودة شلون تتحرك، كل في كل شوط تتحرك بيه الكرانك شيفت، أنا عندي توليد للطاقة أو عندي شنو عملية سحب لتلك الطاقة. فإذا هو الفلاويل يعني controls the speed variations caused by the fluctuation of the engine turning moment during each cycle of operation. أول parameter نحاول نتعرف عليه هو coefficient of fluctuation of speed. هذا الparameter مهم في عملية التصميم، يعتمد على السرعة. علينا أن نعرف أنه maximum velocity مالته maximum speed revolution per minute، maximum والminimum speed ايضا revolution per minute. فهذا الفرق بالسرعة نقدر نطلع تقسيم معدل السرعة
نحصل على هذا الكوفيشنت اوف فلكتويشن اوف سبيد. طبعا يختلف السرعه سواء كان يعني عندي بالريفولوشن بير مينيت بالراديان بير سكند او عندي اللينير فيلوسيتي بالمتر على الثانيه. هاي اول باراميتر ممكن الرجوع الى المصدر خورمي وموجود هذا المصدر عندكم بالصف الالكتروني، تقدر ترجع له وتفتح هاي صفحه الشابتر اللي هو شابتر 22، تدخل على الشابتر 22 بالفلاي ويل ومن ثم تشوف حسب نوع السيرفيس اللي جاي تقدمه او التايب اوف ماشين من عندها اني اقدر مباشرة اعرف قيمة ال coefficient of fluctuation of speed. فاما ارجع للجداول او ارجع الى حساباتي النظرية. The fluctuation of energy may be determined by the turning moment diagram. هذا اللي هو احنا مفيد انه في الحسابات for one complete cycle of operation. لدورة واحدة تبدأ من الصفر وتنتهي بال 360 ناخذ the cycle واحد. نجي نشوف ايش راح يصير بعملية توليد والطاقة وفقدانها ومن ثم التبادل بين المحرك وبين الفلايويل. من خلال هذا المخطط اللي نشاهده فهو الكرانك انجل موجود بالاكس اكسس والتيرنج مومنت موجود بالواي اكسس. عندي ليميت معين يجب ان احافظ عليه هو الاي سمول اي كابيتال اللي هو المين ريزيستنج تورك. لازم دائما اني اجهز المحرك مالتي بهذا، احافظ على انه اوصله الى هذا التورك انه يكون عندي الورك دان الجزء المنجز هو واصل الى هذا الليفل الليفل اي كابيتال اف كابيتال. نلاحظ من خلال كل شوط هنا أنا جاي يتحرك بالمحرك أسفل هذا الكيرف هو الورك دان. فلو نأخذ من الأي سمول بي سمول أسفل الكيرف هذا تلاحظه هو الورك دان، لكن هذا غير كافي أن يغطي لي المنطقة اللي هي أي سمول أي كابتل بي كابتل بي. يعني هذا المستطيل تلاحظه لازم أكمل الورك دان مالتي بهاي المنطقة. هاي المنطقة أنا ما عندي، لازم أجي أجهزها من اسحب طاقه من الفلاويل. لكن شوف الفلاويل منين يجي يكتسب الطاقه مالته خلال الدوره الواحده. لو نلاحظ بين البي وبين الكيو مرورا بالماكسيمم بوينت اكو منطقه اللي تحت اسفل الكيرف، هاي المنطقه اي شيء اسفل الكيرف والورك دان لحظه هو اعلى من مستوى المين ريزيستنس تورك. هاي المنطقه هي اللي تروح للفلاويل، تروح للفلاويل للخزن، ومن نحتاج هاي الطاقة حتى تغطي بها المكانات اللي هي ما قدرنا احنا ناخذها اثناء توليد المحرك عمل المحرك، ناخذها من ناخذها من الفلاويل نغطيها من الفلاويل حتى نوصل الى انه المكان هذا باكمله ده تلاحظه اللي هو اي سمول اي كابيتال مستطيل F capital E small. هذا كله راح يصير عندي ال work done اللي موجود غطيتها للمحرك وبالتالي بدأ يحافظ على نفس التورك المطلوب لدوران الشفت المربوط بالمحرك. وتبدي ناخذ هنا أكثر من منطقة يوضح بها الأشواط مالته من شوط إلى شوط، وبما أنه هي for one cycle فمعناته أنا عندي عملية تكرار بهذه الكيرفات. هنا راح نجي نشوف انه الفلاويل من نجي احنا نجهزه بالطاقة راح تزيد السرعة مالته، في حين من اقوم بعملية سحب الطاقة من عنده حتى اغطي هاي المكانات اللي ما قدرت ان اوفر لها اثناء عمل المحرك الورك دان العمل المنجز، فاضطر انه اخذ من الفلاويل سرعة الفلاويل راح تقل. والعملية ايضا تصير انه تكون انه كل نقاط عندي بها ماكسيمم ونقاط المينيمم، هذا الطاقة اللي جاي تتولد عندي هتصير عملية متبادلة توليد طاقة، الطاقة الزايدة تروح للفلاويل من اني اجي احتاجها ارجع اسحبها، ونقاط الماكسيمم والمينيمم وتبين هذا الكيرف يبين مناطق اللي تكون بها الفلاويل بالماكسيمم فيلوسيتي او يكون بالمينيمم فيلوسيتي. ونفس الشيء سيميلرلي راح تكون عملية تكرار مثل ما حدث بين هذا الصفر وال180
نلاحظ هنا بين 180 و 360، تلاحظ هنا هناك عملية تكرار، وتستمر عملية توليد الطاقة، والشغل المنجز يجب أن يغطي لي المسائل هذا المستطيل اللي وضحناه، اللي هو A small A capital F capital E. هذا الفرق بين الطاقات، بأنه يأخذ بأعلى طاقة وأقل طاقة، هذا عملية التغير اللي تصير احنا نقدر نعرفها بأنه هي maximum fluctuation of energy. maximum fluctuation of energy هي الدلتا اي اللي انا اقوم بحسابها، انه انا اجي على الدايجرام التيرنينج مومنت والكرانك شيفت، هاي العلاقة مثل ما تلاحظ هذا المخطط 22-4، يلاحظ هنا من النقطة A الى النقطة هذا G كابتل، اول شيء اجي اعرف انه انا هاي المنطقة اكو بيها توليد للطاقة، هذا هنا الطاقة عندي موجبة ثم صارت سالبة، ففي كل نقطة اجي انا احسب، هسه لو اخذ في النقطة B، في النقطة B راح تساوي هاي الطاقة اللي تم توليدها زائدا A1. من اجي للنقطة C راح اخذها نقطة نقطة، النقطة C شو تساوي لي؟ تساوي لي الطاقة المنجزة هاي بالبداية زائد، ليش زائد؟ لانه هاي الطاقة الـ A1 هي اصلا بالموجب، ناقص A2. ليش تتناقص؟ لان هي تقع اسفل هذا الخط اللي هو راح يعطيني التورك اللي انا اشتغل عليه، فواحد بلس ماينس، فراح ابدي احسب لكل النقاط وصولا الى اخر نقطة، هاي كلها احسبها لمن؟ لدورة واحدة. ويلاحظ هذا المخطط هنا الانرجي فلاي ويل، انه يبدي من ياخذ جميع النقاط، طبعا من يوصل من بدا من بي وصولا الى النقطه جي، النقطه جي هي نفسها تمثل الانرجي اللي موجود بالنقطه اي. طبعا بالحسابات الرقميه راح يبين عندك الماكسيمم انرجي والمينيمم انرجي، الفرق بيناتهن هو هذا الفلكتويشن اللي انا اسميه ماكسيمم فلكتويشن اوف انرجي اللي ابحث عنه. بعد ان حسبته الدلتا اي، حسبته احاول ان اجد الورك دان، العمل المنجز فور وان سايكل، ففور وان سايكل القانون مالته هو التورك مين في الزاويه الانجل تيرند ان راديوس بير ريفولوشن، هاي تختلف حسب الانجن مالتك، سواء كان تو ستروك انترنال كومبشن انجن او كانت اربعه ستروك انترنال كومبشن انجنز. التورك مين هذا اللي احنا لازم نبقى واصلين الى مغطين الورك دان مالته، هو الباور مقسوم على الاوميجا، باور ترانسميتد ان وات والانجولار سبيد. من حسبت الورك دان بهذا المكان اجي اعوضها، حاصل قسمه الماكسيمم فلكتويشن اي اوف انرجي هذا اللي اخذناه من التيرنينج مومنت دايجرام، وحسبنا الورك دان راح اطلع كوفيشنت جديد اسمه الكوفيشنت اوف فلكتويشن اوف انرجي، هذا ثاني كوفيشنت اني استخدمه في حساباتي. ايضا يمكن استخراجه من خلال هذا التيبل 22-2 حسب نوع المحرك، ومن نوع المحرك اقدر اطلع هذا الكوفيشنت. لو نجي ناخذ الانرجي ستورد ان فلاي ويل، شلون اجي احسب هاي الطاقه وشلون اجي اصمم؟ نبدي ناخذ الكومباوننت مالته، الكومباوننت لو لاحظ ناخذ فد مثال بسيط على الفلاوي اللي ممكن مشاهدته بكل مكان. انا عندي الرم، وعندي هذا الرم اللي هو الجزء الاساسي الكتلة الحديدية متصلة بارمز، مجموعة من الارمز، وهاي تلاحظ هذا هو الثقب اللي يدخل به الشفت، هذا اللي يدخل به الشفت، اكو يسميه الهب، طبعا هذا جزء الهب، وهذا المكان هو مثل الكي يصير يعشق بين الشفت وبين الجزء هذا الصلب. عادة احنا من نجي نحسب الطاقة كنحسب الماس مومنت اوف انيرشلي هذا الجسم، ناخذ اول شيء احنا قلنا شنو، ناخذ القرص بشكل كامل مقطوع من عنده شنو، هاي القطعة الدائرية اللي يدخل بها الشفت، وناخذ الشفت نفسه كجسم صلب، فنضيف الماس مومنت اوف انيرشلي هذا الشفت الصلب زائد المن زائد هذا الديسك اللي هو شنو، ديسك بي ار كابتل الار اوت ثم الار سمول، تعرفون اكو فرق لانه هنا انا عندي شنو، عندي ثقب موجود، فاخذ الديسك واخذ المن الديسك طبعا وذ هول، واخذ الشيفت اللي هو اعتبره كسوليد، واقوم بعمليه جمعهم لحساب
الماس مومنت اوف انيرشيا. بشكل عام انا اتعامل مع الكتله، اتعامل مع الراديوس اوف جايريشن، والراديوس هنا أنا بالنسبه لنا اوف جايريشن راح ناخذ هذا الراديوس. تلاحظ هذا هو المين اللي هو في منطقه تقع بالرم. ليش ما اخذنا طبعا بالنسبه ما نركز على الذراع ونركز على الهاب بشكل عام؟ لانه انا عندي معروف انه الماس مومنت اوف انيرشيا هو الكتله في مربع نصف القطر. فتلاحظ كل ما هاي الاجزاء حتى لو كانت لديها كتله، بتلاحظ السنتر مالتها بعدها عن سنتر دوران الحركه كل ما يقترب معناتها هذا الراديوس زاد، بالتالي قلت الاهميه مالته انه هذا الار مالته يعني الـ من يقترب يقل. فمو مثل ما يكون هذا الار، هذا الار اكبر شيء اللي انا اخذه بالنسبه للرم، فالرم له اهميه، بينما من اجي اخذ راديوس اقل ثم اقل ثم اقل، تلاحظ لهذا الارم والهاب ما ناخذه بس مع العلم هم لهم كتله، بس لانه الار مالتهم قليل واحنا جايين نربعها، فبالتالي شنو راح هاي كميه قليله وجاي تتربع، فماكو تركيز يصير يعني على الماس مومنت اوف انيرشيا للهاب او للارم حسب ستاندرات التصميم. بالنسبه لفرق السرعة هو معروف، ومن خلاله نستفاد نطلع احنا الكوفيشنت فلكتويشن اوف سبيد، وطلعنا الكوفيشنت اوف فلكتويشن اوف انرجي. الان ناخذ الكينيتيك انرجي اللي مرت علينا سابقا، ناخذ المين مالتها، قانونها واضح هو نصف الماس مومنت اوف انرشيا في الاوميجا اللي هو الانجولار سبيد. تحويل الاي حسب القانون مثل ما تلاحظ الام في الكي، الكي هذا هنا راح نعوض عنه بالار، الراديوس اللي موجود عندي راح اعوض عنه، واخذ الفرق لانه عندي سرعه، عندي سرعتين، سرعه تكون بالماكسيمم كينيتيك انرجي والمينيمم كينيتيك انرجي. لاحظ الفرق بيناتهم بين الدبليو 1 اوميجا 1 واوميجا 2، فرق بيناتهم الى ان اوصل الى قانون يحتوي على الكوفيشنت اوف سبيد والانجولار فيلوسيتي والراديوس اوف جيريشن والكتله. يمكن تعويض اخر نحصل على اثنين في الطاقه اللي موجوده في الرم اللي هو يخزن اكبر كميه من الطاقه مقارنه مع الاجزاء الاخرى، ومعامل السرعه. فدلتا اي مثل ما تلاحظ هذا هو القانون مالته راح نتعامل وياها. ممكن هنا أنا تلاحظ تحويل بسيط سوينا رياضي حتى نحصل على الكتله في مربع السرعه الخطيه في الكوفيشنت اوف سبيد. الكتله كنا نعرف اللي هي عباره عن الحجم في الكثافه، من طبينا الى الحجم معناته انا عندي مساحه وعندي البعد الثالث مالته حتى طلع الحجم زين. فمن طلعنا هاي المساحه في السمك اللي جاي اشتغل به طلعنا الفوليوم، من طلعنا الفوليوم نضربه في الكثافه طلعنا الكتله. بالنسبه للمساحه انا عندي هو الويدث اوف ذا ريم مضروب في الثيكنس، وكثير من الجداول التصميميه تشير ان الريشيو بين الويدث اوف ذا ريم اند ثيكنس اوف ذا ريم هي 2. هذه نقدر نستفاد منها. ملاحظه انه في حاله انه انا جاي استخدم الفلاي ويل كابولي، ولازم اعرف انه الويث اوف ذا ريم شود بي تيكن من 20 الى 40 جريتر ذان ذا ويث اوف ذا بيلت. هاي يعني ضمن قواعد فيما لو كان انا جاي استخدم الفلاي ويل كبولي للبيلت للقوايش اللي اخذناها بالتصميم. نجي ناخذ المثال الاول كمثال نحل بي الشغل مالتنا. ده هنا منطيني الطاقات موزعة بالتيرنينج مومنت دايجرام مثل ما تلاحظ بالموجب وبالسالب، ومنطيني ايضا منطيني القطر، منطيني نصف يعني نصف او نصف القطر نقدر احنا نحسبه، منطيني ايضا الكوفيشنت اوف سبيد، منطيني السرعة، منطيني ايضا الكثافة مالتي الماتيريال. هنا راح ابحث اني في الحسابات مالتي عن الكتلة،
لأنه من تطلع الكتلة أنت تعرف الكتلة هي الحجم في الكثافة، الكثافة منطيني إياها إذا راح أدخل بالحجم، من دخلت بالحجم الحجم بـ area، من دخلت بالـ area راح توصل إلى الباراميترز of design اللي هي الـ width والـ thickness موجودة بالفلاويل. أول خطوة نقوم بعملية حساب للدلتا E اللي هو maximum fluctuation of energy. هنا ملاحظة يقول انه turning moment لهذا المخطط كل واحد مليمتر هو يساوي 5 نيوتن متر، ولهذا ان كل واحد متر هو يساوي لي 1 ديجري، وال 1 ديجري مثل ما نعرف راح يصير عندي باي على 180 بالراديان، لهذا هو ياخذ العلاقة انه الخمسة عنده نيوتن متر راح بالتيرنينج مومنت يضربها في باي على 180 حتى يحافظ على نفس هذا الريليشن ويوصل هاي القيمة اللي راح يستخدمها بالتيرنينج مومنت دايجرام. راح يجي من النقطة B، مثل ما قلنا النقطة B هي عبارة عن هذا الجزء الزائد مضافا إليه الإي الطاقة اللي موجودة متولدة، ثم ننتقل ناخذ جميع النقاط ونحسبها. راح نلاحظ من حساباتك هتلاحظ اكو قيمه بالماكسيمم واكو قيمه بالمينيمم، لانه انا الاي اذا اعتبرتها كقيمه موجوده ثابته، شوف من اني اجي اضيف لها للاي لهذه الطاقه 295 فمعناته هاي الماكسيمم، في حين من اطرح منها 690 معناته هاي هي القيمه المينيمم. فالفرق بيناتهم مثل ما تلاحظ بين الماكسيمم والمينيمم راح نطلع الدلتا اي. بعد ان حسبنا الدلتا اي، الدلتا اي ايضا هي لها قانون، هذا القانون مالتها نتذكره بالكتلة وبالرادياس وبالاوميجا وبالمعامل الكوفيشنت. فمجرد ان يصير عملية تعويض بسيطة طلعت الكتلة. من طلعت الكتلة انت تعرف انه الكتلة بشكل عام هي الكثافة في الحجم، هي الكثافة في الحجم. فحسب الكتلة هو الحجم عنده هو العلاقة ثابتة بهاي الباراميترز، حسبها موجودة، من حسبها راح يقدر كل سهولة يكمل الحل يطلع الاريا. الاريا بس من اجى يعني حسبها بطريقة انه يطلع القيمة مالتها النهائية، النهائية تصفى عنده العلاقة بين الثيكنس وبين الويث بين التي والبي، ناصفاها بس بالتي ظلت عنده، قدر يحسب التي. من حسب التي تلقائيا حسب البي، وهن عنصرين متغيرين مهمة في عملية التصميم. هذا فيما يخص المثال الأول. المثال الثاني اللي موجود عندي، المثال الثاني راح أتركه لأغراض المناقشة في المحاضرة القادمة. المثال أنطي بعض الهنت عليه، أنه أني جاي أحسب في حساباتي أركز أريد أوجد الماس مومنت أوف إنيرشي. المخطط هذا اللي هو منطيني مخطط التورك واللي هو التيرنينج مومنت دايجرام علاقته مع الكرانك أنجل، أكثر شيء راح نحاول نحسب الفرق في إيجاد هذا المثلث اللي هو الدلتا إي. لاحظ هذا إلى تورك ماكسيموم وإلى شنو معدل المين تورك. فإحنا لو ريد نركز على هذا المثلث مع هذا المثلث علاقة مثلثات راح نقدر نحسب هاي الأريا أسفل المثلث، لأنه نعرف إحنا من 2 باي إلى 3 باي راح يصير عندي جد هذا القاعدة مالته باي، والطول مالته كله هو التورك ماكسيموم. فمن خلال حسابات مثلثية بسيطة علاقات بينات راح أقدر أعرف بالعمل مالتي التورك ماكسيموم، راح أقدر أطلع بنفس الوقت بالحسابات مالتي أخذ التورك مين أني حاسبه بالبداية من خلال هذا القانون اللي علاقة هو بالباور وبالN. فمن حسب التورك مين وحسب التورك بالماكسيمم وجد معناته طلع هذه الارتفاع وطلع هذا الارتفاع، طلع هاي الارتفاعين المن لهذا المثلث الكبير ولهذا المثلث الصغير. هذا المثلث الصغير شلون طلع ارتفاعه؟
هذا الماكسيمم ناقصا التورك مين. فمن خلال هذه راح يقدر يطلع الدلتا اي. من حسب الدلتا اي بكل سهولة يجي عنده قانون الدلتا اي مالته اللي بي المومنت اوف انيرشيا بالانجولار، وهذا اللي احنا عندي هو منطيني اياه بالسؤال الكوفيشنت فلكتويشن اوف سبيد. راح يقدر من خلال القانون راح يحسب قيمة الماس مومنت اوف انيرشيا اوف لويد. ومن طلع الماس مومنت يعني هو هذا الجزء كلش مهم للشكل اللي جاي اني اشتغل به، مفيد في حساباتنا في حساب الانرجي ستورج الانرجي ستورج انسايد ذا فلايويل. هذا كلش مهم في حساباتنا حساب المومنت الماس مومنت اوف انيرشيا بالنسبه للشفت اللي هو يعتبر جزء صلد. اهم ايضا موجود القانون مالته. وممكن هسه نضيف بهذا السؤال اذا ضفنا له الماس مومنت اوف انيرشيا حسابها للسوليد شيفت زائد هذا الماس مومنت اوف انيرشيا اوف ذا فلاي ويل، لو جمعناهن راح نحصل على الماس مومنت للسيستم كامل اللي هو الفلاي ويل والشيفت. فمن طلعنا الاي مالته نعرف احنا السرعه مالته، نعرف الهاي نقدر نعرف كميه الفلكتويشن اوف انرجي. من طلعناهن نقدر كل الاحوال يعني نقوم بحساب باقي العناصر التصميميه البارامترز. هذا هو الانترودكشن. هذا المثال الثاني راح يكون خاضع للمناقشه بالتفصيل في محاضرتنا القادمه. شكرا لاستماعكم. كان معكم الاستاذ المساعد دكتور المهندس حسين عبد العزيز ابراهيم من قسم الهندسه الكهروميكانيكيه من الجامعه التكنولوجيه.